كوتشينج. يلا باسم، أنا أعلم بأنك يعني خلال فترات الحر هنا في باريس احترتي في نوعية الأغذية، نوعية الأكل اللي أنت حابب تتناوله في هالفترة. أنا جبت لك الجواب. مع مين؟ مع الدكتورة بسمة هنداوي. صباح الخير. صباح الخير وصباح البسمة والفرحة والضحكة واليوم الجميل والحنان. أخبارك؟ أخبارك دكتورة، اشتقنا لك. صباح النور. والله الحمد لله. على فكرة أنت صوتك بده طاقة إيجابية عالية. شكرا شكرا. هلا أكمل معك بوجودك كمان. ربنا يخليك يا رب. شو نعمل لما بيكون الطقس حار؟ يعني عن جد بنحتار انه هالغذاء ممكن يخلينا نشعر بالحر اكثر، او انه عادي ما يزيد يعني الحرق او ما يخلينا نشعر بالحر؟ في عن جد اغذيه لازم نتناولها فقط لما بيكون الطقس حار يعني، ونتجنب اغذيه اخرى؟ فعلا، هو احنا في الفتره اللي فاتت دي لاحظنا كثير يعني درجه الحراره ارتفعت في وطننا العربي وخارج الوطن العربي. انا عرفت ان باريس توصل درجه الحراره ل 42.6. وصلت لدرجات القلي والشوي المباشر. هذا صعب. على فكره انا، على فكره هذه حقيقيه. انا القلي والشوي انا عندي شباك المطبخ ما عليهش ستورز يعني، ما عليهش ستائر. فخليت، كنت طلعت بيض من الثلاجه وتركته، وحياتك جيت لقيت تقريبا نصف مشوي. مشوي نصف مطبوخ يعني. لا وخاصه كمان انتوا مش متعودين على ارتفاع درجه الحراره. لا 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 بريس. يعني كانه عن جد ما انا متعودين كثير يعني بهيك درجه حراره. مثلا في بلدان اخرى كنا نحسها عاديه، بس هون تعودنا على الطقس البارد خلال الشتويه، لهيك لما بتجي شوي درجه الحراره العاليه بنحس انه الطقس صار كثير حر وشوب. هو بس ارتفاع درجة الحرارة الخارجية ده بيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، فبيساعد على الإصابة بالعدوى وكثير من الأمراض. فالحالة دي بننصح بتناول بعض الأغذية واللي بتخلينا نتغلب شوية على الطقس ده. مثل شو؟ زي مثلا مشروبات. المشروبات عادة الحاجة المشتركة فيها بتكون الماء، ففي الأجواء العادية عادة احنا بننصح كمختصين بالتغذية ان الأشخاص ان هي تتناول 2 لتر من الماء يوميا، وده بيكون بشكل موزع على كامل اليوم. لكن في حالة ارتفاع درجة الحرارة العالية ننصح بتناول المزيد من الماء، يعني ممكن نقدر نحن نقول نحن نقدر نشرب ضعف الكمية اللي احنا بنبقى متعودين بشربها في الأيام العادية. وما ننساش من الخاصة كمان كبار السن بيحتاجوا لشرب المزيد من الماء، وأنا ما أقصدش بالماء إن احنا كل السوائل، لا يعني أنا ما أقصدش السوائل المحتوية على السكر. فقط الماء يعني الماء فقط، ماء بدون أي إضافات قصدك؟ الماء وعصائر الفاكهة المخففة. ممكن نشرب شاي وقهوة بس يكون غير محلام، وفي نفس الوقت مش كل الماء بيكون صحي. يعني أنا أشوف ناس كتيرة في الأجواء الحارة بتتجه لشرب الماء المثلج اللي بيكون درجة برودته بتكون عالية. طبعا الكلام ده خطأ لأنه بسبب كتير من الأمراض، يعني شرب فوق من الماء المثلج ده بيؤدي إلى ضيق في الأوعية الدموية وبيؤدي للإصابة بالصداع، وده بنلاحظه كتير لما بنيجي نتناول آيس كريم. هو كنت جاي أسألك بصراحة. يعني أنه ما بيعدل درجة حرارة الجسم، يعني أنه بيكون بارد الآيس كريم أو المثلجات فبيخفف درجة حرارة الجسم، أو بيؤدي لمفعول عكسي؟ لا، هو تناول كوب من الماء البارد ده بيساعد على انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الجسم. فبيبدأ الجسم يبدأ أنه هو يعمل توازن ويبذل طاقة علشان يبدأ بحرق السعرات الحرارية المخزنة اللي فيه. وكمان احنا بنقول هو شرب الماء البارد مش المثلج ده بيؤدي الى خفض او انقاص الوزن، لانه بيساعد معنا في معدل الايض وبيساعد معنا في زياده معدل حرق داخل الجسم. بس احنا ما ننصحش بتناول الماء المثلج، لان الماء المثلج دوت هيسبب لنا صداع، هيسبب لنا مشاكل في الدوره الدمويه، هيسبب الم حاد في المعده، واوقات بيؤدي الاصابه بالاسهال، وناهيك بقى على الاصابه في الم الاسنان نفسه. صحيح. درجة حرارة الأسنان بتكون متوسطة في الأحوال العادية، لكن لما نيجي نشرب ماء مثلج ده بيعرض الطبقة الخارجية للأسنان لضغط، بيحدث ألم حاد، وده معروف إن الأسنان بيحصل لها تمدد بشكل مفاجئ، ده على المدى البعيد ممكن يحصل انشقاقات على الأسنان، فده بيؤدي إلى سقوطها على المدى البعيد. نعم. شو لازم نتجنب كمان يعني غير الماء البارد جدا أو الآيس كريم أو المثلجات؟ يعني في بعض الأغذية بتساعد معانا على رفع درجة حرارة الجسم زي العسل الأسود، الحلاوة الطحينية، ده طبعا علشان هما بيحتوي على نسبة عالية من السكريات، والسكر بيضعف معانا جهاز المناعة. احنا في درجات الحرارة العالية بيكون معرض جسمنا للإصابة بكتير من الأمراض، بيكون مناعتنا قليلة. شرب الزنجبيل ده بيعمل على رفع درجة حرارة الجسم، بتحس معاه بالإرهاق والتعب.
ما ننصحش في الاجواء الحاره شرب الزنجبيل. الكبده ايضا بتزود معانا درجه حراره الجسم لما صعبه الهضم. الاسماك خاصه اللي محتوى النسبة عليها من الفسفور زي الجمبري بيرفع معانا درجه حراره الجسم. التوابل والفلفل الحار والخل بيزود من سخونه الدم الوصل للمخ. وانا بنصح ان احنا نقلل من اللحوم الحمراء لان بترك معانا المعده في عمليه الهضم بتاخد وقت كبير. هو يعني عادة غير محبذة اللحوم الحمراء بصراحة، يعني كثيرا أكلها بشكل كتير. هي المعقول منها يعني حاجات بسيطة ممكن احنا نتناولها مرتين أسبوعيا. ونتجنب الوجبات الدهنية اللي هي بتحتوي نسبة عالية من الدهون لأن بتسخن معانا الجسم، يعني بتخلي الجسم يحس بالتعب. لكن احنا بننصح بتناول أغذية بتكون سهلة الهضم. تناول سلطة الخيار، الخيار اللي بتحتوي على نسبة عالية من الماء والدهن والكالسيوم. تناول الملوخية والسبانخ والكوسة والقرنبيط والجزر لأنه يعتبر من الأغذية الملطفة لدرجة حرارة الجسم. الاحتواء على مضادات أكسدة طبيعية وأملاح معدنية بتحافظ على امتصاص الماء داخل الجسم. والعنب والفاصوليا حتى لو مثلا على مادة العنب والفاصوليا كمان العنب والفاصوليا لأنه بيحتوي على مادة التنين ودي بتحسن من قدرة الجسم على امتصاص الماء وبيزيد من محتوى الماء في الخلايا فبالتالي بيخفض معنا درجة حرارة الجسم. طيب أنا هون بدي أسألك مثلا البطيخ الأحمر يلي بيحتوي كمية كبيرة من الماء بس بنفس الوقت هو كتير حلو فيه سكر، يعني هل هذا الشيء سكر طبيعي بس السكر الطبيعي كمان بيرفع درجة حرارة الجسم أو لا؟ لا، هو السكر الموجود في البطيخ هو سكر سهل الهضم يعني ما بيرفعش معنا درجة حرارة الجسم، بالعكس هو ملطف لأنه محتوى من الماء عالي فما بيديناش مثلا رد فعل سيء على الجسم. بالعكس احنا في الأجواء الحارة بينصح بتناول البطيخ لأنه بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بيحتوي على مادة الليكوبين طبعا دي كلها بيرفع معنا مناعة الجسم وبيدينا إحساس بالإنتعاش. وتناول الكانتالوب اللي هو الشمام كمان ومن كمان بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الحاجات دي كلها بتخفض معنا ضغط الدم وبتقلل معنا من الشعور بالصداع خاصة من أعراض ارتفاع درجة الحرارة الشعور بالصداع. طيب في شي نصائح أخرى؟ نصيحة ممكن أقدمها في البرنامج الجميل دوت إن هو ما بنصحش شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة. لا يعني أنا بلاحظ إن في ناس لما بتتعرض درجة حرارة عالية على طول على الثلاجة تجيب كوباية مية وتشربها مرة واحدة. طبعا دوت مشكلته إن هو بيملي جسم الإنسان بالماء بشكل كبير وده بيعمل تضارب في تركيز الملح في الدم فبيفقد الجسم توازنه. لأنه هو بطريقة تلقائية دكتورة لأنه الشخص ما لا ينتبه، يعني بمجرد ما يحس بالحرارة أو بالعطش يعني يهرول ويشرب، ولكن للأسف يعني الشرب بهذه الكميات كما قلت غير محبذ لأنه بيحصل نقص في نسبة الصوديوم في الدم فده طبعا بيؤدي تدفق المياه في الخلية بيقل ممكن بيؤدي لانتفاخها وتورمها فأوقات بتؤدي الإصابة بالوفاة بشكل مباشر أو الإصابة بالتشنجات. يعني أنا الواحد بنصح بتناول الماء بس بتكون على دفعاتها على مدار اليوم كامل. تمام، أخصائية التغذية بسمة هنداوي شكرا على هالنصائح القيمة بهالفترة يعني بهالصيف دكتورة شكرا لك ودائما شكرا على تواجدك معنا كل يوم ثلاثاء في انتظارك إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا.